ايش هذا؟ ايش هالمزبله؟ ايش هالمزبله؟ بتسمي حالك بايع سيارات؟ تفو عليك. الو جايز، لعبه بيع السيارات يا جايز. فيديو اليوم يا جماعه هدفه بسيط، الهدف انه نجمع 10 مليون دولار في اللعبه. حاليا معي 1,600,000 وما عندي اي املاك، مكتبي فاضي، فهذا هو التحدي تبع اليوم. هل حنقدر نعملها ولا لا؟ طبعا حنقدر، لان انا زلمه راس مالي مجنون ما عندي رحمه. اوكي، مكتوب انه انا علي فواتير. يا رب. كثير. اوه ليش اخ الوجع، توجع قلبي. المكتب جد حلو، صار جد حلو. ما دام مكتب صار كبير وحلو، هلا لازم نروح نشتري سيارات ونبلش عمليه التجاره عشان نفجر العالم. اليوم ما في مازدات، ما في سوق سيارات في اللعبه، فراح نضطر نلجأ للطريقة التقليدية اللي هي نلف في الشوارع. ما عندنا أودي، سيارة حلوة بس حضرتك أنتي عندك هاي السيارة؟ ليش هيك واقفة بعدين؟ تشبه وقفتي هذي في المقابلة هذيك اللي متذكرينها؟ هيك حرفيا نفس وقفتي. مرحبا ستيز. سيارة مو غالية. الأودي كشف. أنا حفاصل. هي عرضها 28,000، أنا حقول 13,000. كثير عليكي اصلا انت ووقفتك. اقلب وجهك يا متنمر. ما رضيت. طيب شوف، اسمع بس عشانك، بس لعيون هالعينين، 18,500. تحكي لي I don't get angry often but you managed to do it. انا عصبتها ان شاء الله تنفجر السياره. والله ضعيف ضعيف السوق يا جايز. هاي حلوه لكزس اتوقع، يوتايا، تويوتا افرون 40,000. تحكي لي احمد، لا تشتري سياره قد رخيصه. ليش جبت سياره قد رخيصه يا احمد؟ عشان هاي سيارتي الشخصيه، هذا سوق عشان يعني انا استخدمها عشان ابحث عن سيارات مش عشان ابيعها. هاي سياره استخدام شخصي، واذا حصلت عليها بيع قوي، اذا حصلت عليها بيع كويس ببيعها. يعني بتعرف تتنقل عن طريق السياره، مو لازم تضطر تاخذ تيكت باص وبصر شو هالحكي الفاضي. طيب هذا هي سيارتي الشخصية لإلي. طيب والفيديو اليوم حنجمع 10 مليون، فا ليش ما أعملها أفضل تعديل في التاريخ؟ ريسنج، هذا نرفع السسبنشن. كيف إذا نرفع السسبنشن إشي كويس ولا لأ؟ نرفعه. واو، أو ماي جاد، بليت تركي. خليها كاليفورنيا. إيش أفضل عجل؟ بس غالي 5,000، انسى ما حدفع غير. اوكي هذا حلو. وكمان اشي حنعمله، بدي الون السيارة. شو لونها؟ لون هيك يعكس شخصيتي. واو ذهبي ذهبي ذهبي. ياي ياي، لا استنى هيك صارت غبية. تعال ذهبي بلمع، اديله انطلقنا. طيب اليوم في اللعبة ما في حركة، فحروح انام. وعندك نومة يلا. كله بسبب الضرائب، كله بسبب الضرائب. مش مشكلة يا جماعة، صحيح بداية غير موفقة بس ان شاء الله بنعوضها. طيب اليوم في هاللعبة سوق السيارات فاتح. طيب نشتري سيارات. ضعيف. طيب اشوف. ضعيف. ما راح اشتري سيارة سعرها اقل من 100,000، انا زلمة راس مالي. نوب. نوب 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 نوب. ايش هذا؟ ايش هالمزبله؟ ايش هالمزبله؟ بتسمي حالك بايع سيارات؟ تفو عليك. شو هاي؟ يعني ماشي حاله يعني، بس يا اخي مش يعني بدي اغلى من هيك. فيش اوكي هاي ماشي حالها. اشوف. اوه والله فخمه هاي، بي ام دبليو كلاسيك. انها حامي تاخذ سيارة، حاول اخذها 105,000. ماشي يا حرامي. بس نبعتها. سيارات جدا ضعيفة يا جويز والله. يعني انا اشعر بالحزن. استنى شوي. هاي ممكن تكون كويسة، هاي زي الشيتا. بس هاي مكسرة. 200,000 اشوف. انا حاسس انه في اشي غلط في التقرير، مش حاسس انه صح، لانه السيارة بتحسها مدمرة. ندفع 20,000 ونشيك.
يلا هسا حنفحص التقرير اذا هو حقيقي او لا. اها اها دفعنا 20,000 على الفاضي. ماشي. اها طيب خلينا نشوف نحاول يعني مستحيل هسا يرضى لانه خلاص انا عملت فحص. اقلب وجهك. قلت لكم مستحيل يرضى. هيك 175,000. حزنت عليك. خلاص نبيع تصليح. بدي اروح اشوف الحارة اذا فيها سيارات. تسلا تعرف شوي يا جماعة تسلا انا بحبها اكثر من السيارة اللي عم بسوقها فممكن اخذها سيارة الشخصية تكون 65,000. طيب شوف يا ستي شوف يا ستي انا بقول لك 50,000 مستحيل. اسمع اذا مو 50,000 ما بدي اياها. لا اوكي رفضت الشب. طيب شوف 56,000 بس شكرا لعاد. هاي سيارة ما فيها عيوب فاحنا نوديها للبيع. هاي السيارة كثير سوقتها احلى يا جماعة. تحس حالك بتسوق يعني ايش كوك فضائي في الصوت سريع كثير. لا لا وصلنا لمحلنا. للاسف ما في سيارات كفاية انه انا اصلا ابلش ابيع. مش حاسس اني انا اختفيت يعني فانا انا ما راح ابلش ابيع هلا راح اضبط سياراتي لحد ما صعدي سيارات كفاية اني افتح لانه ما في شيء على الفاضي هلا. هاي السياسات كويسة. التسلا تبعتي بدي اضبطها بدي اغير عجالها واغير لونها لانه طلع عجالها مو حلوين. مع التظبيط حيطلع كثير حلو. طيب شو نركب لها؟ ريسينج كيت بوم اي بي اس بوم سسبنشن بوم ضواو نضل على الاحمر بوم ايوه بليت شو هذا خيبشة بوم عجال وي هذا العجل شو جميل خلص مع انه غالي بس جبناه. ونغير لون السيارة. اسود مو حلو فكرت اسود يطلع حلو. استنى والله برتقالي اجواء والله نار. هيك سياسات مكتملة. صفها هون قول حرك هذول السيارات نحطهم جوا المحل مؤقتا بس عبل ما احنا بس عشان نفضي الساحة عشان نقدر نجيب سيارات كمان. ثلاث سيارات عندنا خلينا نروح ننام ونستنى اليوم اللي بعده بلكي يجيب لنا سيارات احسن. اوب صارت الليل الاول ما حد ينام. مش عارف اذا غلط الواحد يسوق بالليل زي هيك. اوكي غلط حودي هي على الريبير عشان تصلح من الانكسار. اندمرت هي اروح على بيتي بالتاكسي بالباص. اوخ اوخ الوجع. مش مشكلة هدفنا نجمع 10 مليون وراح نجمعها. اوكي حلو في اللعبة اليوم في اوكشن. نايس 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 في مزاد مزاد على 12 ساعة هي 7 تصليح. يلا المزيونة. بتعرف شو قررت؟ بدي ادخل المزاد بطريقة اذا هيك بصير في ناس بصير معهم فلوس حتى بالحقيقة بصيروا يحاولوا يتحدوا كل شيء. بدي ادخل المزاد بطريقة غير تقليدية. مستعدين؟ 1 2 3 هلا والله. اوكي ما كان قصدي هيك. اوه رجعنا. لازم خلاص يلا بس اشتري سيارات. شو هاي؟ سيئة بتشيها. ده سيارة محرزة يا جماعة. شو هاي السيارة المعفنة؟ يا الله ايش هاي؟
لا 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 انا حنام شوي عم تجي السياره كويس. اي سيء سيء والله مو عاجبني الوضع. شو هاد شو هاد شو هاد الفشل هذا؟ سيدتي ما شايت تكت للمزاد الغبي والله سيء يا اخي سيء المزاد وفيش شي سيارات في اللعبة عشان تنشرها. كمان مزاد في اللعبة. يا رب سيارات كويسة يا رب. يا الله تعبت. اوه فيراري. اوه استنى مش دافع دخل. صح اخذتها. واو كنت فكر راحت علي. انها الفراري يا العظمة الفراري. واو طيب بدنا نظبطها عشان نبيعها. انها سيارة جبارة بصراحة. خليها بيضة برضو حلوة. نعمل عليها تعديلات. حط عليها ريسين كيت ان او اس او شو يعني سسبنشن. خليه نظبط العجال. هيك سيارة صارت جاهزة. هنمر سريع على سوق سيارات قبل ما نروح على المكتب. بلكي شوف لنا سيارة لقطة خدناها. طيب شوف هاي المرسيدس ضعيفة. شوف هاي البي ام دبليو. يلا بدنا سيارة كويسة بس هون في اودي مرتبة جدا. ابو شوارب بحب شواربك. 590,000 معلم. 500,000 وانا شره. وبس عندك يا كبير. حلو هيك صار لنا يا جماعه كوليكشن خطير من السيارات. وهاي سياره كويسه كمان خلينا ناخذها. بس ما اتوقعش عندي حقها هسه اشوف. اوكي باخذها ب 800,000. مش عاجبه. اوكي 90,000. وانا كنت حاط 900,000. يا جماعه شفتوا الحلقه الماضيه من كار سيموليتر بالغلط بعت حدا سياره كثير غاليه ب 27,000 بدل 270,000. فان شاء الله ما نغلط نفس الغلطه في الفيديو. اوكي بيع. ثانك يو. الو طيب صلح سيارة. اوف 800 تصليح والله وضعها صعب السيارة هاي. هي خط ممتازة. شوف اذا بدها شيء ثاني. بدها بينت. بدها تظبيط دهان. ما حنغير لونها. لونها حلو. $500 بينت. طيب نجيب سيارتي. هيك طبعا قديش صار معنا؟ من 1.5 مليون صار معنا 12,000. لكن بتعرفوا ليش كل هاد استثمار. طيب بسم الله نحط السيارات. طيب هاي السيارة شو حلوة والله. لو الطفر كان اخذتها هي سيارتي الشخصية. انها كثير حلوة. اخيرا وليس اخرا. طيب نصورهم ولا لا؟ تعرف شو حصور كل واحد صورة بس بالقدام. أكثر سعر بدأ بيع فيه 67,000. هاي السيارة جبتها تسليك. هاي سيارتي الشخصية أنا بس بعدين
سيارة نار للبيع. هاي سيارة ليبي. طيب لامبورغيني تنباع ب 827,000. واخيرا هاي تنباع ب 306,000. بس هيك السيارات عندنا للبيع صار محطين. فهلا اجى الوقت انه نبيع السيارات. وهيك يا جماعة خلصنا فقرة التجارة وصار معنا 3 مليون دولار. نايس. طيب ربنا على 10 مليون. وخلينا هلا نشتري بعض السيارات. زي ما بتعرفوا انا ما راح اطلع سيارات شو هاي. اوكي اودي اديني يا اودي اديني السيارة. تلوكس امورها تمام. استنى شوي هون في دمار. الدمار مش مكتوب. انا حاس انه الفحص كذب. بدي اكذبه شوف احساس صح ولا لا. اوكي طلع كذب جد. المفروض هلا يعطيني خصم عليها. الله 467. المفروض هلا اقدر افاصله يعني انطحه بالسعر نطح. المفروض 467 330. لا اوكي ما عجب السعر 401. المفروض يقبل هسه زين خلص ماشي. أيوه. بس طبعا ايش اخذت انا بسعر كثير كويس لانه حبيعها ب 900,000. بدها تصليح. شو هاي؟ هاي فيراري. كم حق الفيراري؟ 200,000. هحاول اخذها ب 150,000. ما عجبها. طيب 188,000. كنت حاط 1,800,000. كنت حاط 1,800,000. لا مش عاجبها. روح اشتري سيارة رخيصة يا فقير. بس دخها 201. اوكي اوكي عجبها. ظبطهم. هاي شوف اللي بدها تعال. حلوة حلوة ترى ما أحلاها. أوكي لحسن الحظ في مزاد. يا الله شو هاي شو هاي. كله باصات كله باصات على دوري. يا الله يعني هاي مش سيئه فاهمين. بشتريها بس يعني برضه بنفس الوقت اشعر بخيبه الامل فاهمين. يلا خدناها خاوه خاوه. هاي كمان مزاد. يلا هاي السياره كمان مره حشتريها بس هيك. اوكي كمان فيراري 237,000. اوكي كمان فيراري كمان فيراري. ايش في ليش الفيراري اللي قد انتشر 321,000 يعني فضي كل. تمام يا حبيبي خلص. ايوه كمان مزاد. يا خلص خلص. طلع شو طلع يا جماعه. ياي اخيرا حظي لعب. اديني هلا. الله اودي كمان واحده. نايس. ايوه فيراري 550,000 كثير فاحنا بنحاول ناخذها ب 460,000. يلا 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 ايوه ديله. شارينا مليون سياره وسيارات غاليه. طلع كم فيراري عندي والله. يلا وين كنت وين صرت. هيك الحياه يا جماعه فجاه هيك بتزبط معك. كم سياره عندنا؟ 6 9 10 10 سيارات. يا لهوي اخوان البريك البريك بطل يشتغل يا حبيب. كيف اوقف؟ طلع طلع انا مش حاط ايدي على الكيبورد عم بزيد السرعه. اوه باي باي. يا جماعه والله التسلا سيئه مش عارف هو كله بسبب السيلف درايفنج. بكون في اعطال غبيه بالسياره زي هيك. باي سياره.
طلع وصلنا لنهاية الماب. طلع هون بيعطوك انه ممنوع تكمل خلاص وصلت لنهاية الماب. اخ الغلبة اخ. طلع يا جماعة انا وماشي لقيت حالي عند محل السيارات فحشتني سيارة جديدة لإلي. خلص لازم امشي اموري. وهاي سيارتي الجديدة. ما ابطأها. مش عارف ليش تهيئ لي حتكون اسرع من هيك لانها يمكن لانها صغيرة. قلت يعني حجم صغير لكن مفعول كبير ممكن يعني. بس طلع حجم صغير برضو مفعول صغير. للأسف. طيب حندخل السيارات اللي جبناهم. جديد. واخر سيارة. يا رباه ما اجملكم. ما اجملكم. طلعوا. تعرف شو حبيع حعرضهم على البيع بدون صور. خلص. الصور ما حسيت بفيدها لدي 540 36 76 76 90 لامبرغيني. طيب اسمع عندي تجربة حاب أعملها. خلينا أنام أصحى الأول هلا بحكيكم إياها. أنا طول الوقت في هالجيم في إشي محيرني اللي هو هل لما أصور السيارة تنباع أسرع ولا لا؟ وحصور هاي السيارة الأودي. إحنا عندنا أودي مش مصورة عندنا تنتين وهاي الأودي حنصورها ونشوف. ها رفعنا الصور كبير. بس طيب قول يا رب. هاي حق 540 ألف وكيف بدي اشتريها؟ 520 ألف لعيونك يا أخي. ما بحب الناس اللي ببخسوا بالأسعار. 200 ألف هحاول أخذها ب 150 ألف. اسمع شوف صديقي أعطيك سعر سبيشل بس لأنك أسمراني البشرة. 470 ألف بعنا أول سيارة. إيه طلعوا الأودي اللي ما عليها صورة وطلعوا الأودي اللي عليها صورة. هاي برضو ما عليها صورة. طلعوا الفرق. الله طيب والله بفرق. والله مش ملاحق عن الناس اللي في المحل بقدمهم اكثر. الناس برضو غير منطقيه بالاسعار. سياره بهذا الجمال بهذا الرونق تنباع بس ب 600 ألف. طيب هاي 540 كم انت بدك اياها؟ يا اخي ليه هيك خلص تعبتوني معكم. يا بت أخيرا حدا بقدر أحكي معه. ها 490 ألف شكرا. نفس ما بعت هذيك 490 ألف. نايس يا ذهب. هاي يعني ها 650 يعني ممكن أحياء 750 إذا قبلت أعطيك العافية. 800 ألف ما مستحيت أقبل. إيه حلو يدي 10 ألف. وهيك خلصنا 10 سيارات صار معنا 5 مليون دولار. طبعا المزاد فتح بنفس الوقت فنشوف شو فيه. أنا صراحة فاقد الأمل. مزاد زي صار الزبال. يا شو هاي السيارة اللي عليها النجوم؟ هلا يا رب ما تروح علي. ايش بسرعة. لا بسرعة. شو هاي ريسان نيسان جي تي ار. والله شو سيارة قوية جايز. ييه هاي نادرة شكلها. طبعا مدام هاي السيارة اجت معناته مستحيل في سيارة كويسة تانية غيرها. نريح حالنا. هوب زي ما حكيت اخر سيارة طلعت شاحنة. ف يا هلا والله كثير بجلل. خلينا نجرب سوقها. ايه الستيرينج على اليمين. سيء على اليمين مو على الشمال. غريب. قوية جدا. يا الله لا اخي عارفين بتنشي قد غالية بس التحكم فيها شبه مستحيل. بس بتخمس عموما
حنوديها على التصليح لانه انا كسرتها. طلعوا عملت 4 مليون نفس اليوم. كل 10 زيارات بعتهم نفس اليوم. تخيلوا بدي اضبط الجي تي ار بافضل طريقه ممكنه. حلونها ازرق فاتح. واو 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 شو حلوه. نظبط شويه تونينج. حط عليها الدريفت كيت. هي ما حط عليها الدريفت كيت. اوكي نحط هاي سسبنشن نرفع شويه. نحط الضوء زرق. اجار غاليين وهيك السياره صارت جاهزه للبيع. هيك اول سياره جبناها. في مزاد هلا فخلينا نشوف. اوكي في هاي السياره راح اشتريها تنباع ب 300,000 يعني ها مش كثير بس سلك. ولا احكي لكم ما بدي اياها. شو 300,000 صغير شو بدي فيه 300,000؟ اوكي خلص المزاد ما طلع فيه اي سياره كويسه للاسف. هاي حاب احكي لكم اني شريت كثير سيارات. طبعا عمليه شراء السيارات صراحه عمليه جدا ممله فخلص الموضوع خلف الكواليس. لكن واجهنا مشكله بسيطه والمشكله هي انه في سيارات اكثر من اللازم. فالحل لهي المشكله هي انه نكبر المكتب. طبعا الحمد لله لسه معي 700,000. 700,000 في سهوله رح تسمح لي. يا رب يلا نبدا صفه السيارات. وهيك خلصنا رتبنا السيارات. هلا حنام عشان افرجيكم اللوك النهائي. بسم الله صباح الخير. اليوم رح نولعها في اللعبه. معرض خارا كارز. طلعوا كم بورش. البورش مو كتير غالية في اللعبة يعني لأنها بورش قديمة بس يعني عندي كتير منها. هاي السيارة هي يعني ممكن تحكي أميرتي ماي برنسس. لامبرغينيز أوديز فيراريز. يلا نبدأ. أنا أدخل شي على البيع بعدين أبلش أخسرهم. الجي تي آر تتباع بمليون ومية. البورش زي ما قلت لكم مش كتير غالية. بورش شغل بيع سريع. الفراري برضه مو كتير. بس اللامبرغيني نايس. هيك وخلصنا. عرضنا كل السيارات على البيع. اوف ازمه. طيب من وين نبلش؟ طيب انا بحكي بركز على السيارات الغاليه اولا. اقل شيء 720,000. يلا بيع بيع. خلص 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 خلص. شكرا. 718,000 ما اتوقع يقبل. اوبا سريع. اسمعوا جايز ما عندي مدى احرق سيارات. اديله هيك. بضل لنا بس سيارتين. انا مستغرب ليش هاي مش راضي تتباع وكونها اوريدي جمعنا فوق ال 10 مليون. انا بقول لكم حنبيعها ب 1 دولار. شوف مين حيجي يشتريها. طيب هاي حقها فوق المليون. اغلى سياره موجوده في تاريخ معرض خارا كارز. انا ما راح ابيعها باقل من مليون. 1 2 3 1 2 3. عجبك عجبك ما عجبك هاي الحيط كبير تخبط راسك فيه. باي باي. والله مين المحظوظ معنا. اهلا وسهلا وحليوه. السياره سعرها 1 دولار. بقول لك السعر شوي مضايق وعم بفكر في الموضوع. بعدين قال لك انا مستعد اشتريها بنفس السعر. انا بدي افاصله بحكي له اسمع انا غليت السعر بدي اخليه 10 دولار. مش عاجبه ولا بو عليك. خربت الريه ولا يلا بشو يلا بشو من هون. بلك بقول له 10 دولار بقول لي لا. الناس صايرين بخيلين يا جايز. طلع طلع جاب اخوه التوأم. يا حبيبي اغليها فيش. باي باي. ها روح. هذا الزلم بيعي محترم. الله حبيته. بتعرف شو؟ روح. الله يعطيك. وهيك يا جايز اعطينا
أخونا المرتب هذاك سيارة بواحد دولار وضل عندنا آخر سيارة اللي ما حبيها إلا بمليون مش حرضة. أوكي واحد صفر واحد أصفار يا تزبط يا تزبط خلاص لا ما رضيت يلا واحد صفر 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 يا رب يرضى يس وهيك خلص حققنا كل إشي ممكن يتحقق صار عندنا 12 مليون المكتب تطوير كامل خاركارز انتصر فهذا كل سلسلة عجبتكم إذا في أي حلقة من السلسلة ما حضرتوها روح حضروها وإذا مش مشترك اشترك وإذا اللعبة عملوا عليها أبديت رح نرجع نلعب تمام بس حاليا فيش إشي نعمله يعني خلص أنا استنزفت كل إشي باللعبة شوفكم على الجاي حوش